دعا التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز إلى إظهار الحقيقة الكاملة للشعب اليمني حول مقتل العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع انتصارا للشهداء وانتصارا لحق أسرته ولتعز والوطن والحقيقة والعدالة. وقال إصلاح تعز في بيان له إنه ومن موقف مسؤول وإدراك لحجم الخسارة التي لحقت باليمن وتعز بفقدان قائد عسكري له مكانته وثقله ودوره في معركة التحرير واستعادة الدولة، فقد أثر الإصلاح بعد إصداره بيان نعي الشهيد الصمت تاركا الفرصة للجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق بعيدا عن أي تأثيرات جانبية أو الدخول في تناولات وردود قد تشوش على اللجنة وتؤثر على مسار التحقيق وكشف الحقيقة. وأشار إصلاح تعز إلى أن البعض ذهب لتوظيف واستثمار دم الشهيد منذ الوهلة الأولى بتهم ظالمة، وذلك بهدف إرباك المشهد وتنفيذ أجندتهم الخاصة باستهداف الإصلاح. وأدان إصلاح تعز التناولات الإعلامية المضللة والتهم الزائفة التي تعد تحريضا من أصحابها ومن يقف وراءهم ضد الإصلاح وكوادره. وحمل إصلاح تعز الجهات والأفراد التي تنفذ تحريضا ممنهجا وأكاذيب مضللة تشترك فيها جهات سياسية وإعلامية مسؤولية أي ضرر أو اعتداء قد يلحق بأحد أعضائه بسبب التحريض والمحرضين.